اليوم بفقرتنا حرك رايحين نشوف خولة. خولة مفكرة حالها بدها تعمل تصوير إشي عن الأكل، بس بالحقيقة اللي ما بتعرفوا خولة إن رايحين نعلمها نوع رياضة شوي مختلف، فخليكم معنا عشان نشوف اليوم إيش رح يصير في خولة. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ يلا خلينا نشوف شو بنصير اليوم. كيف تتسلقي؟ ترشني بقتلك؟ بدك تعلمي؟ لا 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 بتموتي هلا تتسلقي؟ لا اهلا وسهلا عشان بس ناخذ رياكشن منيح. نايس. انت طلبتي مساعدتي فانا قررت. لا لا مش هيك. طلعوا شو؟ اقتلك؟ متحمسه؟ لا. لا انا كثير اسفه اللي عملته فيكي، يعني صراحه بعرف انك تكرهيني بس انا عم بعمل هيك لمصلحتك، يعني مش مشكله مش بناتنا. خولة انا جبت لك حدا كمان اليوم رح يساعدك كيف تتعلمي. بدي اياكي. كثير بده يساعدني. كثير بده يساعدك. معاذ كيف حالك؟ شو اخبارك؟ شو اخبارك معاذ؟ تمام كيف حالك؟ اهلا وسهلا. شو الاخبار؟ هلا خلص بدناك تروحي هيك بتعملي شويه اطاله مع حالك ورح نرجع لك. معاذ كيف حالك؟ والله تمام. شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ تمام. معاذ احكي لي برياضه التسلق الداخلي، لمين هاي الرياضه؟ مين الاشخاص اللي احنا بنستهدفهم فيها؟ يعني الرياضه هي لكل الاعمار، ما لها عمر محدد، ما لها شكل جسم محدد انه لازم يكون رياضي او لا. هي الرياضه لكل الاعمار، لكن من عمر لعمر تختلف يعني طبيعة التسلق تبعه، سواء انه كان درجته صعوبة عالية او انها مش عالية. طيب هي ايش بتفرق عن الرياضات يعني التسلق الداخلي، ايش بيفرق عن الخارجي؟ ايش بيفرق عن الجبال وهاي الاشياء؟ هسا التسلق الداخلي يعني بصراحة من اسمه مبين انه داخلي، بيكون الواحد عم يتسلق يعني خلينا نقول جدران او حيطان مصنوع يا من الخشب يا من الالياف الضوئية. اللي هون ايش؟ اللي هي هاي مصنوعة هون من الخشب. هسا التسلق الخارجي يعني بيكون طبيعة الحجر شو نوعه وصوان، يعني بتكون له طبيعة الثانية برا. معناته رح نكون معك طول اليوم معاذ. انت عم بتعلم خولة كيف تتسلق على الحيطان، فشو رأيك نروح نشوف خولة ايش بتعمل؟ يلا. دربتي خلاص انت هلا متسلقه؟ ناخذها على جبل ولا نقول ناخذها مكان ثاني؟ تعالوا نخليها تستخدم هدول المعدات، شو رايك؟ لا نستخدم لما هي لابستهم على الفاضي. خلينا هلا مع بعض نشوف خولة بايش رح تستخدم هدول المعدات. قلتكم حفوز عليها بس اتسابق معاه ولا حفوز؟ او لورد كيف حاسه؟ اسمع بدي تسابقني بدي اجرب. يلا
يلا وين بجيب اشياء وبسابق. كيف بس هيك؟ لا انا لبست كل شيء وجهزت حالي وجبت معي جوردن. رح احنا نكون تيم، بدنا ننافسكم. مين رح يفوز؟ رح احنا نفوز. بدنا ندوي، خلينا نشوف مين رح يفوز. يلا كيفي؟ كيف حسيتي؟ أنا لسه بكرهها بس لذيذ. يعني حبيت الرياضة مختلفة عن الأشياء الثانية؟ وآه اكسرسايز كثير منيح. رح تعمليه مرة ثانية؟ آه رح تعمليه مرة ثانية. بس هذا لا يعني إنه ما بكره. ما رح تسامحيني؟ لا بالأبد. هيك بنكون علمنا خولة كيف تتسلق للأمور.